واهلا بكم من جديد. خلوني الخص لكم بعض التصريحات للدكتور محمد ابو شقه المستشار القانوني لحمله المشير السيسي، اللي ايضا ابدى اعتراضه على قرار العليا للانتخابات، وقال فيه انه مد التصويت ليوم ثالث يعتبر ارهاقا للشعب المصري اللي الحقيقه مرهق باعباء كثيره جدا وليس بحاجه لمزيد من الارهاق وعبء يوم اضافي للتصويت، كما انه كان يمكن الاستعاضه عن ذلك بمد التصويت ليوم عفوا لساعه أو اثنين، وتمكين آخر ناخب متواجد بمقرات الاقتراع من التصويت والإدلاء برأيه. وقال أيضا أنه الملايين من المواطنين كانوا موجودين أمام اللجان لكنهم انصرفوا بدون التصويت بسبب قرار اللجنة بمد التصويت ليوم ثالث، وقال أنه من غير المقبول أن يقال للمواطنين بعد أن يصلوا إلى لجان الاقتراع تعالوا ارجعوا بكرة وصوتوا بكرة، ويعني أن ده إرهاق ليه مش بس للمواطنين وأيضا للموظفين اللي بيشتغلوا بلجان الاقتراع، وايضا ارهاق مادي للبلد لا تتحمله في هذا الوقت وعبء مادي غير لا تحتمله البلد، وانه كان بيفضل يعني حمله المشير السيسي او معبرا عن طبعا مرشحه بيفضل القيام بالفرز باي نتيجه بعد نهايه هذا اليوم. اذا ده راي الدكتور ابو شقه منوها على ان ده ارهاق للموظفين، ارهاق مادي للبلد، ارهاق المواطنين، وان الناس اللي كانت موجوده في حرم اللجان الانتخابيه كان يجب ان هم يصوتوا، فيرفض ايضا يعني قرار اللجنة. لكن اللجنة طلعت بيان منذ قليل ترفض التراجع عن قرارها بمد ترفض التراجع عن هذا القرار بمد التصويت ليوم ثالث، وقالت تعلن لجنة الانتخابات في بيان لها تأكيدها لقرارها الصادر منذ فترة بمد فترة التصويت ليوم ثالث، وأن قرار وأن القرار المد المذكور قد صدر منها إعمالا لحقها في تنظيم العملية الانتخابية وفقا للصلاحيات الممنوحة لا طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات الرئاسية، وأن قرار اللجنة قد جاء حرصا على مصلحة الناخبين ولإعطائهم فرصة للتصويت في ظل ظروف موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، واستجابة إلى رغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب ومن بعض الأحزاب والتي تلقتها غرفة العمليات الموجودة بلجنة الانتخابات الرئاسية، وأن هذا القرار خاص بالناخبين بغرض التسهيل عليهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية ولا شأن به للمرشحين، فضلا عن أنه لم يترتب عليه ثمة أضرار لأي منهما. إذن قرار اللجنة ساري بمد التصويت ليوم ثالث، والمرشحان يرفضان القرار، إلى جانب أن كثير من الوافدين أو يعني الاتحاد الغرف السياحية أيضا قال لنا أن ده قرار لن ينفع الوافدين، لأنه الوافدين مش هيقدروا يسافروا خلال يوم واحد، وأنه كان الوافدون يفضلون أن يصوتوا في أماكن عملهم. طيب ناخد بعض الاتصالات الهاتفية. ناجي من الجيزة، اتفضل يا ناجي. الو، هاي يا لميس، مساء الخير، ازاي؟ اهلا ماجي سوري، اتفضلي يا ماجي. اوكي، انا من الجيزه. اوكي، انا عايزه اقول لك ان انا رحت النهارده صوتت على الساعه 3:30 كده. هايل. اللجنه تحفه، وكم ناس، يعني عايزه اقول بس المشكله للناس فاهمين ان مفيش حد راح، لا ده في ناس يا جماعه كتير قوي، بس البروسس نفسها بتاخد اقل من دقيقه ونص. يعني اللجنه بتبان فاضيه لكن هي الناس بتتوالى بطريقه سريعه جدا جدا جدا، وانا بمضي على اسمي في الكشف لقيت كم اسامي ماضيه، فده دليل ان في ناس كتير قوي يا جماعه مصوته، بس ما فيش زحمه علشان في طريقه معموله صح قوي، لانك تروح ما تكملش دقيقتين وتمشي، يعني هتلاقوا كم ناس فظيعه طالعه. بس ممكن اقول لحضرتك على حاجه تانية بس لفتت نظري جامد قوي على الوافدين. اتفضلي يا ماجي. يعني انا ساكنه مثلا في عماره عندنا سكيورتي وامن ونظافه وصيانه وكده بتاع مثلا 25 واحد. تمام. كلهم من اسوان والاقصر. يعني هيموتوا بيعيطوا علشان يصوتوا، حرام، صعبانين عليا موت. وبعدين انتوا مطلعين لهم ان روحوا الساعه 9 سافروا بكره عشان تصوتوا، دول بيسافروا في يوم مش بيسافروا في البرايفت جيت يا جماعه. معاكي حق يا ماجي، معاكي حق والله، انا عارفه يا ربنا هموت يعني بجد. لا، وانا بيصعب علينا، يعني احنا عندما طلبنا بحق الوافدين، اولا ده حق دستوري، وكمان لما تحسي ان الناس عايزه تمارس حقها وبعدين محرومه طبعا.
محروقه وحاسين ان هم مش هم احسن مننا، هم دول اللي كانوا بيحمونا تحت في العماره ده حقيقي. لما كان الناس بتضربنا، دول المصريين اللي بجد عايزين بلدهم تقوم يا جماعه، وحياه ربنا يعني اليوم بتاع بكره ده كنت قلت لهم عليه من امبارح، كنا كل اللي عنده حد بيشتغل او سواق كان سفره حتى في الطياره يعني عشان خاطر السيسي. شكرا يا ماجي. نبيل من القاهره، اتفضلي يا نبيل. مساء الخير يا دكتوره لمين. مساء النور يا فندم. انا مبسوط بالبرنامج بتاعك وبالشغل اللي انت بتقدميه، شغل ممتاز جدا. شكرا. جدا اشكرك يا فندم. عاوزين نساعد الجماعه اللي هم من الاقاليم وموجودين في القاهره او العكس، مش موجودين في البلد اللي هم المفروض يعملوا الانتخابات فيها، وما سجلوش نفسهم في الشهر العقاري عشان يعرفوا يروحوا يسجلوا ينتخبوا فين. هل في حل حاليا للفرصه للجماعه دولت ان هم ينتخبوا بكره؟ يا فندم الفرصه الوحيده ان هم لازم يرجعوا بلادهم، ان هم يسافروا. اللجنه مدت يوم لحد ما يرجعوا بلادهم لو يتمكنوا من العوده لبلادهم. احنا حاولنا، حضرتك اكيد متابع، احنا حاولنا بقصارى جهدنا ان احنا نقنع اللجنه، فاللجنه حين اقتنعت قالت طيب نمد يوم، لكن شايفه ان هو غير قانوني ان هم يصوتوا في نفس الاماكن. شكرا يا استاذ نبيل. شكرا. شكرا ليك يا فندم. سيد من العاشر من رمضان، اتفضل يا سيد. سيد طيب. السلام عليكم يا فندم. اهلا بيك يا سيد، اتفضل. ايوه يا فندم مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. حضرتك انا بتصل بنفس الموضوع الوافدين، لان حضرتك انا قاعد في العاشر من رمضان. اي فندم سامعك. سامعك يا استاذ سيد. وحضرتك دلوقتي انا لسه راجع من اللجنه ومعرفتش اصوت تمام، ودي عامله مشكله جامده جدا بجانب حضرتك ان احنا علشان نسافر ومعنا اولادنا ده ارهاق جدا ومش هنقدر نوصل، وعشان نوصل ونرجع تاني هذا هنأخرنا على شغلنا وهيسبب لنا مشاكل. فرجاء توصل لوزير لرئيس الوزراء الدكتور ابراهيم محلب او لاي مسؤول تبع الانتخابات ان هو يوصلنا او يحل لنا المشكله دي. والله اعتقد ان هم سامعينك يا سيد، بس يعني مش عارفه بقى هنعمل ايه في القصه. حتى هم منزلين قرار بغرامه او غير غرامه، طب احنا نعمل ايه؟ انتوا ما اديتلوناش الحق ان احنا نصوت في اي لجنه على الاقل زي انتخابات الدستور. وصلنا في مدرسه عندنا هنا في العاشر من رمضان اسمها مدرسه السادات، ورحنا اللجنه وحطينا صوتنا وتمام، بس ازاي في الانتخابات المفروض يبقى العكس على الاقل يعني. يعني بشكرك يا سيد. يعني أنا عايزة بس أقول حاجة حقيقي بصرف النظر عن الوضع الخلاف اللي احنا بنختلف فيه مع اللجنة، أنا الحقيقة سعيدة جدا بالناس وسعيدة جدا بهذا الحرص على الرغبة في التصويت، وده ملوش علاقة بالغرامة. يعني أنا بختلف شوية على موضوع الغرامة ده، لأن بحس أن التصويت حق وواجب ولكن طوعي وليس إجباري. الناس بتطلع بقلب وبرغبة وبطوعية، مش بالإجبار، مش بالغرامات يعني. ولكن ده قرار حكومي مش مهتمية أوي أناقشه دلوقتي، لكن حقيقي بحترم كل الناس اللي أبدت رغبتها في التصويت. أنا دفعت عن هذه الرغبة بقصارى جهدي، لكن عندما اتخذت اللجنة قرارها اتخذته بمد يوم وليس بالتصويت في نفس الأماكن. فيعني والله يا جماعة حقيقي عملت اللي عليا في هذا الإطار. أستاذ فيصل أبو العز رئيس شركة غاز مصر، اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء الخير على السادة المشاهدين كلهم. بس أنا داخل مع سيادتك بس أحب أقول إن مين قال إن مفيش نسبة التصويت قليلة؟ مين قال؟ احنا لو حسبناها بحسبة بسيطة سابتك هم 54 مليون ناخب، منهم 8 مغتربين بره مصر، يعني في 46 مليون ناخب. لو قسمناهم على 14 ألف لجنة انتخابية، يعني معنى ذلك اللجنة المفروض يبقى متوسط اللجنة 3200 على يومين، يبقى كل لجنة في اليوم 100,600. اللجنة فيها 4 موظفين، يبقى كل موظف هيبقى عليه 400 واحد في اليوم، يعني معدل في الساعة الواحدة 34 ناخب، يعني الناخب هياخد حوالي دقيقتين إلا ربع. لو العملية ماشية منتظمة جدا، أنا دخلت اللجنة ما خدش أكتر من دقيقة. فالعملية منتظمة والناس ماشية فما بتوقفش، فما فيش طوابير. الناس ما بتشوفش طوابير فعشان كده تكون ما فيش نسبة انتخاب، لا، النسبة عالية. أنا واحد، أنا عندي 7000 عامل في الشركة، أنا عارف إن هم لا يقل عن 5000 منهم
عدوا اصواتهم. طب يعني والله يعني حقيقي ان احنا نتمنى فعلا ده، ونفسنا فعلا تكون النسبه عاليه. كلما ارتفعت النسبه، وانا قلت يا جماعه انا متوقعه 26 يوم 26، ما اعرفش هنوصل لرقم كام. والحقيقه انا حسبت على اساس ان النسبه 46 مليون تاني ان هم اللي هيروحوا، انما لو قلنا 70% 70% يعني هتبص تلاقي ستك ان الموظف هيبقى قدامه 22 واحد في الساعه. يعني الناخب هياخد 3 دقائق قدام الموظف. طيب. عمر الناخب ما بياخد اكتر من دقيقه. صحيح. عشان كده الناس ناسي ان النظام ماشي، مفيش وقت، مفيش صوابين. طيب شكرا استاذ فيصل، بشكرك على الملاحظه دي. ودي وجهه نظر برضو المستشار رضا العيسوي، رئيس لجنه 8 كومومبو اسوان. مساء الخير يا سياده المستشار. اهلا بيك يا فندم، اخبار كومومبو ايه واللجنه ايه؟ والله بص يا زلمين، انا عايز اقول لك على شيء. احنا النهارده في عرس ديمقراطي. اولا بس عايزه بجد اقول لك ان انا عارفه ان انتوا بتشتغلوا في عز الحر والجو عندكم صعب جدا، لكن بالذات اللي بيشتغلوا في اسوان وفي الاقصر وفي الاماكن في الصعيد بحييهم تحيه خاصه، لان برضو التحمل بيبقى اصعب، يعني الموضوع اصعب من يمكن اللي بيشتغلوا في محافظات تانية. فدي نقطه بدايه يعني. اشكرك جدا يعني. وعامه في المقام الاول احنا ما بننتظرش شكر من حد، لان احنا بنعمل واجب وطني تجاه بلدنا، ولو كل واحد قام بهذا الامر وهذا الواجب عليه بما يرضي الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن، الوضع هيتغير تماما. دي نمره واحد. اتفضلي. نمره اثنين، الشيء اللي انا عايز اقوله لحضرتك وشيء مهم جدا وللساده المشاهدين يبقوا فاهمينه كويس قوي. احنا حاليا بنعمل مقارنه بسيطه جدا بين نسبه التصويت في الاستفتاء على الدستور 2013 2014. شوفي كان وصل معانا الامر لكام مليون. لما تعرفي الامر النهارده في ذات اللجان اللي فيه مثلا كان بيحضر فيها مثلا 1500 صوت فرضا في التصويت، لما يكون حاضر فيها النهارده 1800 و2000. كويس قوي. معناه ايه؟ معناه ان في زياده بما يعادل مثلا حوالي 20%. 20% دي النهارده جايه مش من فراغ، جايه منين؟ جايه ان المواطن المصري فاهم ان هو لازم يكمل خريطه الطريق. دي نمره واحد. نمره اثنين، نفهم ان المواطن المصري وخاصه المراه المصريه، واخص بالشكر جدا المراه بوجه قبلي وخاصه في محافظه اسوان. تخيلي النهارده لما تكون امراه ما زالت في مرحله يعني لسه والده امبارح، وتجيلي النهارده على كرسي متحرك. والله ما شاء الله حاجه عظيمه بصراحه، حاجه يعني. شوف الاخضر لما يجي النهارده ناخب متشال ومعلق قسطره. بجد مشاهد مؤثره جدا بصراحه. لا غير المؤثر كمان، لما تتخيلي النهارده مثلا تيجي امراه وتقول لك انا عايزه انتخب الزعيم. فيا ستي ما عندناش حاجه اسمها هنا الزعيم. تقول لك انا عايزه انتخب عبد الفتاح السيسي الزعيم. ده شيء يعني. وهي طبعا الكلام ده بيني وبينها مش على الملأ عشان ما تبقاش عمليه ان هو طبعا الناخبين في هذا الامر طبعا، ولكن هذا الشعور يدينا شعور بالاحساس، الاحساس بالجمال طبعا. ولكن الامر محتاج نقطه توضيح كويسه جدا. الماده 43 في القرار الجمهوري 22 لسنه 2014 حط غرامه 500 جنيه على الناخب. احنا المشكله للاسف الشديد ان يعني عارفه لو احنا كنا فعلنا هذا الامر من الاستفتاء الدور اللي فات، كان النهارده الناس المتقاعده، النهارده الموظفين لما خدوا اجازه، لما بدات مواصلات الانتقال والمواصلات تتوفر لكافه المواطنين. انا بقول لحضرتك لو ان هذا الامر في ضوء الامر غدا بكره، لو الناس اللي ما عندهاش التزام وطني تجاه هذا الامر والصوت الانتخابي اللي ممكن يؤثر في هذا الامر، انا في وجهه نظري الشخصيه قرار القاضي لابد من تفعيل القانون في هذا الشان. بس يا سياده المستشار، يعني الا تشعر انه الحقيقه ان الناس لازم تخرج طوعا وحبا ورغبه في المشاركه، مش عشان الغرامه. يعني انا بحترم القانون طبعا وتطبيقه، يعني حتى لو اختلفت معاه بحترمه ويجب ان يطبق، لكن انا سؤالي يعني الا تشعر انه فعلا مشاعر زي اللي انت شفتها دي اقبال، يعني ان الناس تقبل طوعا وليس غصبا؟ بص يا زلمين، في الوقت الراهن الانتخاب لما يكون يوم او يومين والناس تنزل طواعية وحبا لهذه البلد ولتوضيح الموقف العالمي قدام الراي العالمي كله، ما ده اللي احنا بنقوله وبنصرخ فيه من الصبح. لما حضرتك النهارده توفر كافه سبل الراحه، يوفر قاضي على كل صندوق، ويوفر موظفين، وهذا الامر بالمفهوم المخالفه الاخر بيكون عبء علينا احنا في عملنا القضائي. طيب ويوفر وسائل المواصلات ويوفر لك كل سبل الراحه، حتى الوقت بدا الوقت يمتد. سابقا كان للساعة 6 وللساعة 7 وبعدين يمد ساعة أو ساعتين، النهاردة للساعة 9. ولو في النهاردة ناس موجودين في قلب الحرم الانتخابي داخل المدرسة، يا رب يكون مليون ناخب لازم ننتخبهم، ده بقوة القانون مفيش كده خالص. طب طالما أنا وفرت لك كل الآليات ديت، اديتك كل الإمكانيات المتاحة إنك تنزل تعبر عن رأيك بحرية تامة
وفي ظل تأمين محترم قوي غير مسبوق في الانتخابات من القوات المسلحة وش ليه ما بتنزلش؟ السؤال فاضل ايه؟ يبقى انت النهارده حاجة من الاثنين. انا بخص بالذكر هذا الامر ليه؟ لان النهارده الراجل اللي يقول لك انا النهارده بعزف عن الانتخابات، طب ياسين انت بتعزف عن ايه؟ ده حق وواجب عليك. انت لما بتعزف عليه هذا الامر النهارده بتدي فرصة للقيل والقال. صحيح. بتدي فرصة للمطعم في التشكيك، طب ليه الكلام دوت؟ انزل وشارك وقول رأيك كيفما شئت. أنا بشكرك بشكرك ست النهارده كقضاة ومناء على الصوت الانتخابي كما أبدية كما سيصل إلى اللجنة العليا للانتخابات بتلك النتيجة. بشكرك ست مستشار رضا جدا على هذه المداخلة، بشكرك وبشكر كل الناس بالذات اللي بيشتغلوا في أسوان وفي قنا وفي الأقصر وفي سوهاج وفي أسيوط، كل المناطق الحر جدا يا جماعة، دي لجان مش سهلة، الدنيا حر، توافد المواطنين بيجي في وقت معين وطول اليوم ما عندهمش ناس، لكن التوافد بيجي يأتي مكدس في وقت معين. بشكرهم ودلوقتي بقى عليهم عبء يوم إضافي، فمعلش كده صبرا معانا وصبرا مع الناس. ومعانا زميلنا محمد أبو عيطة من شلاتين. يا محمد أخبار شلاتين إيه؟ استاذه لميس مساء الخير. اولا يعني على ذكر المراه ودورها في الانتخابات، يعني المراه في شلاتين حقيقه تشارك مشاركه يعني ربما بتحسب لاول مره في تاريخها انها بتشارك بمثل هذه الاعداد، يعني حتى الان الاعداد المشاركه وحسب مراقبين ويعني ناشطين في مجال حقوق الانسان وحقوق النساء بيؤكدوا بانه مشاركه المراه يعني هذه الانتخابات في شلاتين وحلايب وابو رماد بتعد اضعاف النسب السابقه. حتى الان يعني صوتت حوالي 500 ناخبه من اصل 1000 ناخبه بيحق لهم التصويت في مدينه شلاتين. 50% يعني 50% ابو عيطه تقرب النسبه بتقترب. مش معقول يا جماعه، معلش يا عيطه ثانيه واحده، منيا ايه يا جماعه؟ المنيا رائعه، يعني ايه الاحتفالات اللي في الشوارع ده؟ عروس الصعيد فعلا، يعني المنيا فعلا رائعه. ايه المشهد الخرافي ده؟ حاجه بصراحه يعني ناس جميله جدا. وادي دي اسكندريه ولا المنيا؟ دي اسكندريه. اسكندريه لسه الناس بترقص واحتفالات للصباح. طب استنوا بس لما يعلنوا الرئيس. طيب ماشي يا ابو عيطه، انا اسفه، اتفضل. اتفضل استاذ لميس، يعني بكمل حضرتك وبقول لك ان بالفعل نسبه مشاركه المراه في شلاتين وحلايب وابو رماد بتقترب حتى الان من 40%، وده ايضا بسبب ويعني على الرغم من انه اليوم يعني شهد عاصفه رمليه قويه جدا ضربت مدينه يعني ده انتوا مش عندكم حر بس، انتوا عندكم حر وعاصفه رمليه كله معانا يعني. حقيقي استاذ لميس كان في عاصفه رمليه النهارده يعني بعد منتصف يعني بعد منتصف النهار بعد الظهر تقريبا ضربت عاصفه رمليه شديده المدينه، وبالتالي كل الناس كانت جوه بيوتها ومحدش تمكن من الخروج الا بعد الساعه 6 مساء، وبعد الساعه 6 مساء ابتدى بعض الناخبين يبلغ اصواتهم، ولكن كانت نسبه الاقبال يعني في مجملها من 6 وحتى 9 معايا بغلق الصناديق كانت ضعيفه الى حد كبير. يعني ايضا استاذ لميس النهارده شهدت مدينه شلاتين انه الكثير من شيوخ ويعني كبار العشائر والعواقل هنا في مدينه شلاتين قاموا بتنظيم مسيره واصطحبوا يعني عشرات من الشباب وعشرات من النساء لكي يقوموا بالتصويت اليوم، وكانوا بيحملوا لافتات في مجملها بتؤيد المشير عبد الفتاح السيسي. وبشكل عام استاذ لميس يعني لا وجود تقريبا هنا يعني حمله المرشح الرئاسي حمدين صباحي، الوجود يعني بيتضح اكثر وبيتاكد اكثر المشير عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال الكثير من اللافتات المعلقه في الشوارع وعلى المنازل وايضا الكثير من الصور بتعلن تأييدها للمشير. شكرا شكرا. يحصل المشير عبد الفتاح السيسي على نسبه كبيره من غالبيه. هيبان بقى يا ابو عيطه، هيبان. احنا بلاش نتكلم في المواضيع دي، هنشوفه بقى يعني بكره ان شاء الله في الفرز وهنكون معاكم باذن الله. شكرا محمد ابو عيطه من شلاتين، وتحيه لكل اهل شلاتين وحلايب. ونخرج فاصل، والحقيقه المدن جميله ومبتهجه، يعني نتمنى لكم جميعا الفرحه الدائمه في مصر، منيا واسكندريه وكل الدنيا اللي ناس في الشوارع، ناس ما بتنتظر اي لحظه من اجل الفرح والجو يبقى كويس فتنزل في الشارع وتحتفل. فاصل، وينضم الينا زميلي الاستاذ ضياء رشوان، دكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور محمد مجاهد الزيات، ونسمع تحليلهم عن اليومين.